قضى شيخ مؤذن الحرم المكي الشيخ علي بن أحمد ملا أكثر من 45 عاماً يصدح فيها بصوته من على مآذن الحرم المكي. نتابع. الله أكبر الله أكبر. صوت ألفه زوار مكة وأهل مكة وحتى جبال مكة، صوت يصلح بالحق في أرجاء الحرم المكي طيلة 45 عاما. علي أحمد ملا شيخ المؤذنين وبلال الحرم تنقل بصوته الشجي ما بين منارات الحرم قديما والمكبرية حديثا، وعاصر جيلين من المؤذنين، وصعد لأول مرة على مئذنة الحرم حينما كان في 14 من عمره. والله أنا اتعينت هنا رسمي 1395، لكن قبل 95 أنا كنت أأذن يوم كانت في المناير، فكنت أطلع في نوبة الوالد، في نوبة عمي، في نوبة أبناء عمي. نعم، لأن أول كانت في المناير وكان مسموح يعني الناس اللي هم عندهم هواية يطلعوا فيها، فأنا أذنت في الحرم من يعني من سن يمكن 14-15 سنة. التخصص العلمي للشيخ علي ملا هو التربية الفنية، وهو قائد كشفي ويعد من أقدم مؤذني الحرم حاليا، وتمرس الآذان بعد ملازمته لوالده وعمه وجده، وهو متقن لفن المقامات الصوتية. حي للصلاة، هذا مقام الحياز المدني. حي للصلاة، الفرق ما بين المقام الحجاز وما بين المقام المدني، الحجاز ما في عرب والمدني في عرب. يفتخر بقية مؤذني الحرم بشيخيهم ويصفونه بمدرستهم التي تعلموا منها. الشيخ علي ملا دائما يكون حريص تبارك الله على أداء المقامات الحجازية، وبحكم مشيخته للمؤذنين وشيخ المؤذنين في المسجد الحرام، يعني دائما يكون يوجه المؤذنين وينصحهم بأداء الأذان الحجازي والمقامات الحجازية. طبعا الشيخ علي ملا هو من الشخصيات البسيطة جدا المرحة، ويمكن يغفل عن الجميع يعني الناس تتفاجأ بعض الأحيان من يسمع أن تخصص الشيخ هو تخصص في التربية الفنية، فهذا التخصص أعطى للشيخ يعني مزيد يعني من المرح والاحتكاك بالشخصيات العامة من الناس. لا يزال الشيخ علي ملا حريصا على نوبته من الآذان، ويراها خير الزاد وخير الذكر، فما أحسن أن تدعو إلى خير العمل من فوق مآذن أطهر بقاع الأرض كما يقول ملا. خالد الربعي، الإخبارية، مكة المكرمة.